لبسي مناسب؟ لبسي مناسب؟ لا هو الحقيقة مش مناسب. شو رأيك بالفيو عندنا؟ طيب المطعم هيبقى هنا دي أجواءه؟ إيه؟ يعني هيبقى مكانه هنا؟ إيه؟ بالسما. بس أوكي بس ياسع كم فرد؟ إيه ياسع كم فرد؟ أنت راكبة سوبر جيت يا ولية ولا إيه؟ أهلا وسهلا فيكم بالنسخة العربية من برنامج دينر إن ذا سكاي. مثل ما بتعرفوا النجوم ما بيشبهوا بعضهم، يعني في نجم بيكون بريقه لامع. لا دي ما عندهاش بريق، دي مهما مرشتيها هتفضل مترابة زي ما انت شايفة كده. أنا سعيدة جداً وفخورة جداً استقبل الفنان القديرة. قديرة؟ ليه انت جايبة سميحة أيوب؟ أهلا وسهلا فيك مدام غادة. أهلا بيكي، قولي لي غادة على طول. طب ينفع غادة على العرض؟ غادة، ليه عدد زيجاتك كتير؟ زيجاتي كتير؟ مرتين. طب ليش بيتقال انه كتير؟ انا اتخطبت مرة وما كملتش جوازة فتحسبت عليا تلاتة، ولا انا خطبة كانت لطيار، لكابتن طيار. كابتن طيار كان ديليفر يعني. طيب ليش ما طولت زواجاتك؟ هو انا حد يطيقني؟ يعني ما كتير. يعني جوازة 3 سنين وجوازة 7 سنين. بصي السبع سنين كان ممكن يطولوا 70 سنة لو ما كانش خني. خني؟ ده بيفهم. والله بصي مش عايزة اتكلم في التفاصيل بس بجد انا لو ما كانش خني حد يبقى معاه العوامة دي ويخونها. بعدك عم ترقصي باليه؟ انا الحقيقة بطلت من فترة، اخر مرة جيت افتح حوض الكولون اتفلق. انا كنت مدرسة ايطالي في اسكندرية عشان زوجة بابا الله يرحمه الاولى ايطالية طن فيرجينيا الله يرحمها. هو عندي اخوات تلاينا. اخوات تلاينا؟ لا الموضوع فرط منك قوي. في عمل هيك من اعمالك او من تاريخك الفني بتحبي تحس فيه تنسيه؟ اول ما ظهرت قالوا ايه خليفه نايت شريف، علشان كنت ملامح نايت شريف الله يرحمها. لا انت فيكي ملامح من علي الشريف. اي فيلم او عمل شاهدتيه مؤخرا وقلتي نفسي اكون بالفيلم ده؟ من الابيض والاسود نفسي اعمل ابن حميدو واعمل انا حميدو. نحن